السلام عليكم، مرحبا بكم، نهاركم مبارك سعيد ان شاء الله. جولة ليلية في مدينة سطيف الجميلة، والله مدينة ما تشبعوش منها، من ناسها والجمال تاع المدينة تاعها والطيبة تاع الترحيب، يعني الناس كرما بالبزاف. هنا خرجنا مع العائلة، انا وبنتي والولدي والزوج تاعي كان مع الصاحبة وصحابهم، صاحب الزوج تاعي، وانا خرجت مع السيدة اللي كنا عندها مع اختها وبنتها، وكنا ندورو في الليل باللوطو. كانت تدور بينا، ضربت بينا كاع سطيف ما شاء الله. هنايا ما نعرفش الشوارع، بصح كنت نصور هنا. كنا من البارك مول وماشيين. ان شاء الله تعجبكم هذا الفيديو، ومهما نحكي في هذه العائلة اللي استضافونا قليل في حقهم، والله العظيم ناس ما شاء الله عليهم، ما شاء الله. شكرا اللي رحبوا بينا، ونعود ان شاء الله نتلاقاو في وهران جوعتنا ان شاء الله، ونخلفوا لهم حسن الضيافه والاستقبال يا ربي ان شاء الله. هذه عجبتني في سطيف بزاف بزاف، كما قلت لكم هذه قالت لي البنت السيده باللي كاينه وحده في دبي، وحده في سطيف، وحده في واحد البلاصه في العالم، يعني كاين ثلاثه تاع الشجرات كي من هاك. وانا بدينا نحوسوا حتى بلاصه ما خليناها مع اختها تانيك اللي جايه من السويد، وانسانه طيبه ما شاء الله عليها، ربي يحفظها تانيك ويحفظ لها وليداتها ان شاء الله يا ربي، ويفي لها ما راه في قلبها ان شاء الله. هنا بغيتكم تحوسوا معنا، ومن بعد حبسنا تعشينا، عرضونا على عشاء، دوك من بعد نوريكم ان شاء الله المطعم. ما تنسونيش غير لايك احبابي هكا باش لا فيديو تطلع وتلقى البارطاج ويشوفوها اكبر عدد ممكن من الناس، باش يشوفوا المناطق اللي صورتهم سواء سطيف او مالبو بجايه جيجل ان شاء الله، والفيديوهات الاخرى طبعا تاع القناه. القناه راهي قناتكم وانتم اصحابها، نطلب منكم غير البارطاج ولا لايك ان شاء الله، باش تبان القناه اكثر واكثر ان شاء الله. هنا كانت الموسيقى في اللوطو، على بها قلعت الصوت ودرت انا يعني نعلق على الفيديو. وقالت لي بلي في سطيف في المشتى سطيف تكون الثلج تولوش فيها، بالك ربما ان شاء الله يكتبنا المكتوب. هذا هو المطعم اللي حبسنا فيه. سمس ما صورتيش؟ صورتي؟ ما شاء الله. شو 50 ايام
ديري ليش زبدة تبين بصحاتكم سيسلمك كل يوم بعد صغرك اسمعك كيف خاصة تفرجي نجمة الشمال لازمش هنايا طلبتي المستحيل دايره انك يهضر بالاكسون تاع البحر الاسود تعرف وهنا يا مور المطعم كلينا هذيك الشخشوخه ما شاء الله طبخينها في الوقت اللي دخلنا عاد باش بداو يطبخوا ماشي حاجه يعني سخنوها واصحاب المطعم ما شاء الله عليهم دايرين هذاك لو كونسيبت تاع الخيمه ودايرين التقاليد والصوالح تاع بكري قعدنا غير نخزروا فيهم وقعدنا غير نصوروا فيهم يعني حاجه تاع البلاد ودايرين المطعم دايرين على شكل خيمه والقعدة الله الله تاع ناس ولادنا اللي ربي يحفظهم ويصونهم ونشكر أصحاب المطعم على حسن الاستقبال والضيافة والحطة والآداب يعني ناس راقيين بزاف بزاف الصيف عجبتنا من أرضها وناسها يعني كل شيء فيها خفيف ملكتها خفيف فوالا وهنا كملنا الجولة تاعنا رحنا هنا نظن هذا يعني تذكار تاع الشهداء الله أعلم ورحنا قلت لنا نديكم عند لا كورنيش رحنا هنا كنا نستنوا في الترامي فوت والفروش وكملنا الطريق الاولاد سطيف سمحوا لي ما نعرفش الشوارع ما نعرفش نسمي حتى البنت بنتي ياسمين كانت تخبرني على اسماء الشوارع بصح ما عقلتش عليهم مع كانت لومبيونس كانت ضحك وكان ما كنتش نحفظ الاسماء ان شاء الله غير تسمحوا لي عائلة طيبة بزاف بزاف هنا كنا موصلين أخت السيدة اللي كنا عندها كنا موصلينها هي جاية من السويد بصح عندها دار هنايا في سطيف وصلناها عاودنا دوميتو باش نعاودو نولو لوسط المدينة وهنايا كملنا الطريق كملنا الطريق باش نوصلو حتى البيت تاع السيدة نعاودو نكملوا هنا جو بونس رانا عند محطة نقل المسافرين والسطاد الله أعلم جو بونس واه هنايا الملعب ايه الملعب هنايا وين بونس من تلي كاين واحد اللي قالت لي كي شغل المقام تاع الشهيد حوسنا حتى لفايت نص الليل العائلات كاع كاع برا ما شاء الله وشخشوخه اللي كليناها يعني كلينا وعاودنا وداك البن بنت انايا لي مريضه وبلا طونسيون ماشي شربت كاس ولا زوج شربت زوج تاع الغراف تاع البن قعدت نشرب ونعاود وما ضرني ما والو الحمد لله بنته ما شاء الله ماشي ثقيل كما قلت لكم هنا درنا دميتو وعاود ولينا الحمد لله فوتناها غاية الغاية غير الضحك وال يعني ومنسين بعضنا ما كاش كيما حاجة تاع البساطة هي ما نعرفهمش وتعرفت بهم غير كي وصلت للسطيف وكبروا بيا الحمد لله يا ربي الانسان اللي ما تسناش منها يعني تكون تعرفه ولا غير تتعرف عليه يديرك على راسه وعينيه الحمد لله يا ربي هنا قالت لي الشارع تاع التمر الله اعلم هنا الشارع تاع التمر اصحاب غرديه هنايا ساكنين فيه والتجاره تاعهم التمر الله اعلم الا ما نكونش غلطه
تحية كبيرة لسطيف وناسها والعائلة اللي كنا عندهم، وإن شاء الله نتلاقاو في فيديوهات قادمة. ما تنسونيش كما قلت لكم باللايك والبارتاج والزوار جدد، ديرونا أبوني للقناة إن شاء الله. سلام.